قدم مساء اليوم المنسق الوطني للجنة المكلفة بتنظيم مشاركة تشاد في المهرجان العالمي للشباب والطلاب بمدينة كوسيا الروسية في أكتوبر القادم جدة ممر، قدم حديثا صحفيا تحدث فيه عن تجهيزات البلاد لهذا الحدث. عنينا تقريبا نمشي نوصل تشاد في روسيا. إذا الأمبول حقنا بس فوق، أنا الكولات ناسيونال بس عنينا ماشيين نمثلوا في روسيا. في ده نطلب منه كل الشباب كله القاعدين في أي ريجون ولا أي ديبارتمان لتكتبوا نفسكم في السيت على الفيستيفال ده، هو الـ www.russia2017.com. دونك دايرين الشباب ده كله تكتبوا بالأكثر ل تمرق وتجوا لنا لأن نسوي نمشوا نجهزوا ونمشوا في روسيا. في دا دايرين ناس تقريبا سنة عندهم سنة بين 18 و 35، ودا دايرين ناس قاعدين أول خدمة في الأورجانيزم دول كبارات على الأورجانيزم وهم شباب، الشباب جورناليست، شباب اللي يكتبوا وشباب الارتيست والناس على التياتر، ودايرين الشباب لاعبين الكرة، دايرين شباب على بارتي بوليتيك دول في تشاد، دايرين شباب على الانيفرسيتي على الجامعة، دايرين الكبارات في المكتب على الجامعة، دايرين الشباب ساينتيفيك، دايرين الشباب انتربرينور، دايرين الشباب البقرو في اي مكان بكلام على روسيا. ليه تكتبوا نفسكم؟ ليه اليوم ليوم 10، يوم 10 اخر يوم ليه تكتبوا اسمكم.